شيع اليوم إلى مقبرة الشهداء بصنعاء جثة من عدد من شهداء قوات الأمن الخاصة الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي وهم يؤدون واجبهم الوطني في نقطة المضي بالشحر محافظة حضرموت. كما شيع جثمان الشهيدين المقدم ركن هاني محمد همدان أركان حرب وحدات مكافحة الإرهاب بقوات الأمن الخاصة والجندي صلاح علي الفقيه اللذين استشهدا أثناء مداهمة قوات الأمن الخاصة لأحد أوكار الإرهابيين في دمت بمحافظة الضالع. وخلال مراسم التشييع عبرت الجماهير الغفيرة من المشيعين عن استنكارها الشديد للجريمة الإرهابية التي استهدفت الجنود وهم يؤدون واجبهم في عمل هز أو في عمل هز ضمير وعقل ووجدان ومشاعر كل يمني، مطالبين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بملاحقة كل العناصر وتقديمهم للعدالة.